يلا يا أول، نكمل تقطيع، نكمل تقطيع أنا وياكم. إم مضمة مو، وإف مف، وإي مفي، وإد مفيد، وتنوين ضم مفيد. يلا، إم مضمة مو 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 مو، وإف مف، وإي مفي مفي مفي، وإد مفيد، وتنوين ضم مفيد. يلا نعيد أنا وياكم، مو وإف مف، وإي مفي، وإد مفيد، وتنوين ضم مفيد مفيد مفيد. يلا، الإم والضمة، الإم والضمة مو، المو بتضلها لحالها ولا بربطها مع الحرف اللي بعديه؟ بتضلها لحالها. برافو عليك يا عزومة. ليش بتضلها لحالها؟ لأنه يمس اللي بعديها مش حرف ساكن ولا حرف مد، ليك بخليها لحالها، بنزلها مو وبحط شخطة. يلا، الاف بخليها لحالها ولا بربطها مع الحرف اللي بعديه؟ لا يمس بربطها، لأنه هون في حرف الإي، والإي حرف مد، ولازم اربط الاف مع الاي. شو بتصير؟ في، والاد بتضلها لحالها. يلا، مو في دون، مو في دون، مو في دون.